لو الحكاية فيها إن فيجو بأسناء وجودة هنا و بالنسبة لها قرر إنه العلاقة بيننا وبين السودان وبين مصر هي علاقة يعني طويلة جدا وعلاقة مستمرة، وفي نفس الوقت هي عبرت عن ارتياحها وسعادتها للحوار الذي دائر الآن بين الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان أو سد النهضة. وهي قالت إنه هذا الحوار الدائر سيفتح الأبواب لحل حلقة المشاكل الأخرى الموجودة في ما يتعلق بملف الحقوقية.